انا كيف بقدر اميز مثلا انه انا مفروض نحن هلا اليوم درسنا خلاصته رح تكون بس عن مقام الراس، بس قبل ما احكيكم عن مقام الراس بس مضطر احكي لكم 3 دقائق على مجمل عام انا كيف دينتي واذن الموسيقيه تبعه ليه بتقدر تميز بين بين مقام ومقام، بين يعني شقفة صغيرة من هيدي الغنية تكون هون بعدين ننقل لغير محل، اللي أكتر محل أنتم بتصوتوا فيه بتقولوا الله هي بتكون بمحل نقلت فيه المقامات. مثلا رح أعطي إكزامبل، أنا اليوم فيني دق هون وفيني غير هذا، استعملت شغلتين ما بعرف اذا كلكم بتعرفوا، استعملت مثلا عجم، استعملت حجاز، كنت عجم مع عجم. بدكم تعرفوا انه بالموسيقى في شيء اسمه مقام، وهالمقام هو على طول مؤلف من 8 نوتات، يعني اذا بدي اقول دو ري مي فا سول لا سي دو، من الدو للدو مقسومين 2 ب 2 دو ري مي فا سول لا سي دو، هذا بالاجمال يعني مشان ما نفوت كثير تفاصيل وتتعبوا. عيدوا وراي حتى لو في شرقي بس لازم شوي تستفيدوا، اول شيء عم اقطع اشياء فيها نتفه غربي، يعني مثلا هيدا عجم دو ري مي فا صول فا مي ري دو، عيدوا وراي 3 4 دو ري مي فا صول فا مي ري دو، بعيد نركزوا على المي، المي هي الاساس، هي القصه كلها، المي تالت نوت هي اللي عم تغير كل شيء، لانه بيني وبينكم في مسافه مثلا هلا مترين، اذا قربت بصير متر واذا قربت اكثر بصير نص متر، هيدا اللي بيخلق تشينج، لانه نحن الموسيقى هن نوتات وهالنوتات هن وحده عن الثانيه بعيد عن بعض بمسافه معينه، اذا مسافه تون تخلق الشيء، اذا مسافه نص تون تخلق الشيء، اذا مسافه ثلاث ارباع تون، هذا الغلط المتداول، مش ربع، ثلاث ارباع تون بتخلق لشي تاني. رح اعطيكم مثل، اذا قلت دو ري مي، هو اللي عم تعلمه مع مدام ماري، الدو ري مي، الدو ري واحد والري مي واحد، المي فا نص والفاصل واحد، هيدا اسمه عجم، هو ذاته اللي مش رح غير النوتات، إذا كتبت دو ري مي بيمول يعني صرت أوطى من المي بنص، يعني على على البيانو إذا الأبيض بصير كأنها ردياز أو اللي هي وراها من هالميل بنسميها بيمول، بيمول سوري مي بيمول، دو ري مي بيمول بصير أبعد عن الفا ثلاث أرباع سول، بنصير مين الأبعد عن الفا ثلاث أرباع، بعدين غير مرة بعطيكم درس مفصل لشي هذه الأشياء، هلا بس استوعبوا معي أرقام تاك تاك دوم تاك دوم، ركز معلش معلش بس بس نسيم تقدر القطه نسيم دوم على البطيء انا وياك، واحد اثنين دوم تاك تاك دوم تاك، اوكي بين الدوم تاك والتاك الثاني خد نفس اللي هو سيلانس دوم تاك، شكرا مرسي. لا سي دو سي لا سول لا سول فا مي فا مي ري دو، لا سي دو سي لا سول لا سول فا مي فا مي ري دو، ري فا مي ري دو سي دو ري مي فا دو فا سول فا سول فا مي ري مي فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو ري فا دو فا سول فا سول فا مي ري مي فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو سول دو ري مي دو ري سي دو. بعد مرة مع مروان، دو تروا لا سي دو سي لا سول لا سول فا مي فا مي ري دو، لا سي دو سي لا سول لا سول فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو ري مي فا دو فا سول فا سول فا مي ري مي فا مي فا مي ري دو ري شوي شوي غني وخداي ده
بعتقد تعبتوا انف لليوم. صحتوا كرمال البرايم الجاي. لحظة شوي عن جد ولا؟ طيب لمرت الجاي توني قبل الدور.